وهو سلسلة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ودي تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية والدكتورة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور هشام عزمي، وزعوا امبارح هذه الجائزة على الأطفال. وفي الحقيقة يعني وكان فيهم كمان طفل من ذوي احتياجات خاصة وحصل حالة من الدم. السلسلة دي بيكتبها الأطفال اللي فايزين وبيرسمها الأطفال اللي فايزين. لو ممكن حضرتك يعني انا ده في كمان في كتاب ممكن نشوفه برضو مع الكاميرا، يعني المجله دي عشان بحبك. لا ده ديوان شعر ديوان لابننا، وفيه الرسوم موجود عند حضرتك رودينا. فهي اللي كاتب رودينا هشام سعيد، دي رسوم والشعر ديفيد بارح عطا. ده من الفئه الثانيه، من اطفال الفئه الثانيه. يعني في فئتين في جائزه الدوله المبدع الصغير، من سن 5 لغايه 12 ومن 13 لغايه 18. ودكتوره نيفين في الحقيقه يعني ايه ادت يعني توجيهات مهمه قوي، ان برضك وده تم الاعلان عنه من الدكتور هشام، ان هذه الجائزه يجب ان تصل لابناء مصر في الخارج، يعني للخارج. يعني الوزاره تسعى، واعلن الدكتور هشام في الحقيقه ده هيتم الاعلان ده عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج، ان هم يوصلوا شروط المسابقة لأطفالنا لغاية 18 سنة موجودين بره مصر.